جديد نهني ومبارك لكل الأهلاوية البطولة الأخيرة اللي حققها النادي الأهلي بطولة سوبر افريقيا. كاس جديد بينضم لدولاب بطولات النادي الأهلي وبيأكد الحقيقة انه الأهلي هو ملك ملوك افريقيا. الأهلي في قمة المجد. اللقطة دي والكاس ده الحقيقة مش بس مجرد كاس سوبر، ده كاس بطل الأبطال. مرة تانية بنهني ونبارك لنجومنا والجهازنا الفني والمجلس الإدارة والأعضاء النادي الأهلي، وبالتأكيد طبعا للاعب رقم واحد في النادي الأهلي، جماهيره العظيمة اللي وقفت وسندت وظهرت في مباراة نهضة بركان، وكانوا الحقيقة يعني أفضل دعم وأفضل سند للاعبتنا اللي نجحوا في تحقيق كاس سوبر 7. عشان توصل للحظة دي مش بسهل على الإطلاق، وياك إنك تتخيل إنه بطولة السوبر، سوبر أفريقيا بتكلم عنها، بطولة سهلة. لا على الإطلاق، البطولة دي والكاس دي وراها مشوار طويل جدا، مشوار صعب جدا، مشوار مطلوب منك فيه إنك تواجه كل أبطال القارة، أصحاب المقام الرفيع بداية. والأهلي كان في بطولة دوري الأبطال حقيقة واجه أكبر فرق أفريقيا، فرق عندها تاريخ ورصيد كبير جدا من البطولات، فرق بتمتلك ذخيرة محترمة جدا من النجوم، فرق عندها من الأجهزة الفنية اللي ليهم خبرة كبيرة جدا وأصحاب خبرة كبيرة جدا في الملاعب الأفريقية. والخطوة الأولى مطلوب إنك تعدي من كل دول وترفع كاس دوري أبطال أفريقيا، وده اللي عمله النادي الأهلي. مش بس كده، عشان تحقق الكاس الغالية دي مطلوب منك كمان إنك أنت تواجه بطل الأبطال، ولكن المرة دي في الكونفدرالية، وده اللي برضه عمله النادي الأهلي، وبرضه كان قد التحدي وبرضه كان في الميعاد عشان يجيب كاس 7، نسخة 7، ويوصل رصيده من البطولات الأفريقية ل 22 بطولة. وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله قادرين نوصل لل 23 ونحقق البطولة العاشرة في القريب العاجل. مساء الخير وأهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة. النهاردة طبعا هيكون عندنا كلام كتير جدا على اللي جاي، لأنه كعادة النادي الأهلي وزي ما بيقول حتى كابتن محمود الخطيب للعيبة، أدركم أنه ما يكونش عندكم فرصة ولا مهلة للاحتفال، بمجرد يمكن ما اللعيبة بتخرج من الملعب ومجرد ما الجهاز الفني بيسيب أوضة اللبس بيكون شغلنا الشاغل وتركيزنا كله رايح كمان على اللي جاي. والأهلي الحقيقة يمكن يكون قفل صفحة السوبر من النهاردة، يمكن يكون بيحضر لملفين في منتهى الأهمية. الملف الأول هو الأقرب، هيكون إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في مباراة الأهلي مع إمبي في كاس مصر. والملف الأهم اللي يمكن يكون أبعد نسبيا لكن من دلوقتي الأهلي بيفكر فيه وبيحضر له حتى ولو في الباك جراوند، حتى ولو في الخلفية، هو طبعا لقاء الترجي في قبل نهائي أفريقيا. مبروك كاس سوبر 7. والحقيقة يمكن اللي شاف، أنا شفت وحضرت كتير وعلى مدار عصور كتيرة جدا دولاب بطولات النادي الأهلي، وعارف إنها مجرد كاس جديدة بتضاف لي، لكنها خطوة مهمة جدا صنعت شعبية وصنعت عظمة وصنعت جماهيرية نادي الأهلي. الكاس ده ومعاه الثلاثية ومعاه البرونزية في خلال فترة بسيطة جدا، احنا بنتكلم على انه من شهر 11 اللي فات، شهر 11/2020 لشهر 5/2021، كم كبير جدا من البطولات في رياضة كرة القدم. ويمكن تكون بس انا بتكلم على الكرة عشان هي الاكثر شعبية والاكثر جماهيرية، لكن في عدد كبير جدا من البطولات دخل خزنة النادي الاهلي في الفترة دي في مختلف الالعاب، سيدات وانسات، كبار وناشئين، لكن انا بتكلم على الكره تحديدا لان يمكن هي اللي ليها النصيب الاسد في صناعه جماهيريه النادي. اللي تابع واللي فتح عينه على الكوره واللي ابتدى يتفرج ويتابع كوره في مصر في الست سبع شهور الاخرانيه دي، شاف الاهلي على منصات التتويج كتير جدا وفي مناسبات محليه وقاريه وعالميه، وبالتالي الكاس دي والثلاثيه اللي معاها وبرونزيه العالم ساهموا بشكل كبير جدا في زيادة قاعدة النادي الأهلي الجماهيرية، ساهموا بشكل كبير جدا في ان هم يخلقوا جيل جديد، جيل لسه بيفتح عينه، بيفهم يعني ايه كورة، بيفهم يعني ايه منافسة، فتح عينه على انجازات بيحققها الأهلي، والأهلي يغرد منفردا. عشان كده بقول لحضراتكم كل بطولة جديدة مش بس بتضيف لينا رصيد من البطولات او رصيد من الانجازات، مش بيبقى ليها قيمة بس على المستوى الفني ولا على المستوى المادي، لكن الحقيقة قيمة يمكن ما يحسش بيها ناس كتير جدا وما يعرفش ويدرك قيمتها غير الأهلاوي، غير اللي انتمى للمنظومة، غير اللي انتمى للكيان. بالعكس الأهم بالنسبة لنا أنها تضيف قاعدة جماهيرية توسع من شعبية وجماهيرية النادي الأهلي. عندنا كلام كتير جدا في حلقة النهاردة، نطمن حضراتكم على الموقف النهائي لمجدي قفشة ومحمد مجدي قفشة ومحمد هاني، بس خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل برضو نفكركم
باخر اسئلتنا في شهر مايو. راي حضراتكم مهم جدا ومطلوب في السادسه دايما، نسمع صوتكم في اختيار افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي الاخيره امام نهضه بركان في نهائي سوبر افريقيا. على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتنا المختلفه، فيسبوك انستجرام وتويتر، اصواتكم مرحب بيها. وان شاء الله في اعلان النتيجه هنعلن كمان نتيجه لاعب شهر مايو، شهر 5 شهر مايو في النادي الاهلي. قبل ما ندخل في التفاصيل ونحكي الحكايات، خلينا نروح لفاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم.